هسه عندك اللينير سكند اوردر له اربع اشكال. اول شكل هوموجينيوس وذ كونستانت كوفيشنت، ثاني شكل هوموجينيوس وذ نون كونستانت كوفيشنت، ثالث شكل نون هوموجينيوس وذ كونستانت كوفيشنت، رابع شكل نون هوموجينيوس وذ نون كونستانت كوفيشنت. هسه كل شكل في له طريقه خاصه من شان نطلع الواي. هسه خلينا نبلش باول شكل اللي هو هوموجينيوس لينير او دي اي وذ كونستانت كوفيشنت، يعني هوموجينيوس وذ كونستانت كوفيشنت. هسا الشكل هذا له شكل المعادلة. هسا احنا لما نشوف هذا الشكل من المعادلة بتكون ايش؟ على الهوموجينيوس with constant coefficient. هسا معامل y دبل برايم لازم تكون واحد، معامل y برايم b اللي هو ثابت constant، ومعامل y اللي هو c اللي هو ثابت. حلو؟ هسا هاي إلها كاركترستيك إكويجن اللي هي M تربيع بلس B ضرب M بلس C إيكوال تو زيرو. هسا هاي المعادلة بيطلع إلها حلين. هسا هذول الحلين إلهم ثلاث حالات، يا بتكون الـ M1 لا تساوي الـ M2 وبهاي الحالة بتكون الـ Y إيكوال C1 ضرب E قوة M1X بلس C2 ضرب اي قوة ام 2x. هسا عندك الحالة الثانية ام 1 equal ام 2، بتصير الواي equal c 1 اي قوة ام x plus c 2 ضرب x ضرب اي قوة ام x. هسا هون ايش الاختلاف؟ بس هون بنضرب c 2 x لانه في تشابه بين الام 1 والام 2. هسا الحالة الثالثة اللي هم بيكونوا الـ M1 والـ M2 complex، احنا هون بنحل حلينا باستخدام القانون العام فطلع عندنا complex. بتصير الـ Y equal C1 E قوة ألفا X cosine beta X plus C2 E قوة ألفا X sin beta X. هسا بدنا ناخذ مثال على كل حالة، كل حالة بدنا ناخذ عليها مثال. هسا عندنا هاي Y دبل برايم minus Y. هسا شكل هاي المعادلة على هذا الشكل، معامل الـ y دبل برايم واحد، معامل الـ y برايم زيرو، ومعامل الـ y اللي هو الـ c اللي هو ماينس، يعني هاي ايش؟ هوموجينيوس with constant coefficient. هسا الـ b equal زيرو والـ c equal ماينس. هسا بنتم الكاركترستيك إكويجن اللي هي M تربيع. هسا الـ B 0 plus 0 plus minus 1 equal to 0، فبتصير المعادلة زي هيك. هسا هاي ايش تحليلها؟ M minus 1 و M plus 1 equal to 0، يعني M 1 equal 1 وال M2 equal minus 1. هسا هون ال M1 لا تساوي ال M2، يعني Y بتكون هيك اللي هي Y equal C1 ضرب E قوة M1 اللي هي 1 X plus C2 E قوة minus 1 X. هسا هون ال M1 لا تساوي الـ M2، يعني الثنتين مش متساويات، فبتصير Y equal C1 E M1X plus C2 ضرب E M2X. هسا إذا كان الـ M1 equal M2 بتصير Y على هذا الشكل. خلينا ناخذ هذا المثال. هسا بهذا المثال هاي المعادلة على شكل الـ homogeneous with constant coefficient، يعني على هذا الشكل. معامل الـ y دبل برايم واحد، الـ b إيكوال 4 و c إيكوال 4. نستخدم الـ characteristic equation اللي هي m تربيع بلس 4n بلس 4. هسا لما نحللها تطلع y بلس 2 m بلس 2 ضرب m بلس 2 إيكوال 0، m1 إيكوال ماينس 2
M2 equal minus 2. هسا عندك هون ال M1 equal M2. مش حكيتكم لما تكون ال M1 equal M2 نستخدم هذا القانون، يعني بتصير Y equal C1 E قوة MX اللي هي minus 2X plus C2. بس هون بزيادة عن اللي قبل انه بنحط X E قوة minus 2X. يعني احفظ، يعني المفروض نحفظ هذا الشكل من المعادلة وهذا الشكل وهذا الشكل مش هنعرفه، لأنه إذا ما كنا حافظين شكل المعادلة اللي إحنا بدنا نستخدمها ما راح نعرفها. هسا الكومبلكس يعني عندنا فيها هاي بتصير y equal c1 e قوة ألفا x cosine beta x plus c2 e قوة ألفا x sine beta x. خلينا نأخذ مثال. هسا شكل هاي المعادلة شكل homogeneous with constant coefficient على هذا الشكل. نستخدم الـ characteristic equation. أول إشي b equal 2 c equal 5 m2 plus 2b plus 5 plus 2m plus 5. هسا هاي المعادلة ما بنقدر نحللها إلا باستخدام القانون العام، هو بيحكي m سالب b plus minus b تربيع minus 4 a c على 2. طبعا ال a equal 1 اللي هي معامل y تساوي m سالب b اللي هي minus 2 b تربيع اللي هي 4 minus 4 ال a اللي هي 1 وال c اللي هي 5 على 2 a اللي هي 2. يصير عندك هون m minus 1 plus minus 4 minus 20 اللي هي minus 16. minus 16 الجذر التربيعي إلها اللي هي 4 i على 2. اللي بتصير بالآخر عندك minus 1 plus minus 2 i. تطلع معنا M1 equal minus 1 زائد 2i. M2 تطلع minus 1 plus minus 2i. هسا هون complex يعني بنستخدم هذا القانون، نحكي y equal c1 e قوة الفا اللي هي minus 1 x كوساين البيتا. طبعا بس احنا بناخذ الاثنين، ما بناخذ لا الزائد ولا الناقص. بيتا اللي هي 2x بلس c2e الفا x هو الفا x اللي هي ماينس x كوساين البيتا اللي هي الاثنين x. خلص الحل.